السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا إن شاء الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. بداية، دي غسالة طبعا زي ما انتم شايفين سامسونج أوتوماتيك أو فوق أوتوماتيك، الفتحة بتاعتها بتكون فوق. رحت خدتها من عند صاحبها، العميل قال لي الغسالة بتاعتي ما بتنشفش وبتعمل صوت عالي، الاتنين مع بعض، ما بتنشفش وبتعمل صوت عالي. طبعا انا جبتها هنا وقعدت ابحث فيها يوم واتنين، كل ما الاقي نفسي فاضي في الورشة افتحها واشوف، والحمد لله وصلت للمشكلة. ولكن هبدأ معاكم من جديد بالظبط ايه هي المشكلة، واقول لكم الخطوات كلها اللي انا دورت فيها. يعني خلينا نبدأ مع بعض. أول حاجة إن إحنا نشغل الغسالة على التنشيف مباشرة، مش على الغسيل، لأن هو الراجل قال لي بتغسل وكل حاجة، لكن وقت العصر اللي هو التنشيف ما بتنشفش الملابس وبتعمل صوت عالي، الاتنين مع بعض. خلينا نشغل ونشوفه مع بعض. عايز أقول قبل ما أشغل كمان مع نقطة، طبعا أنت لما بتختار عصر بتعمل تشغيل كده وبتختار تنشيف فقط، في 5 مراحل، في 4 وفي 3 وفي 2 وفي المرحلة بتكون 6 دقايق، يعني لو هتعمل 5 مراحل يبقى 30 دقيقة أو 7، يعني أي هما المراحل كام؟ 7 تقريبا، هما 9 مراحل. لو اخترت 9 مراحل بتبقى 14 دقيقة، لو اخترت 8 مراحل بتبقى يلا غيار 13، لحد مرحلة واحدة بيكون 6 دقايق، اللي هو المينيمم بتاعها 6 دقايق. تمام كده؟ أول ما بتقوم دايس على الزر الستارت، أول حاجة الغسالة بتعملها بتشغل الترمبة المية عشان تطلع المية اللي فيها الأول قبل عملية الدوران. حوالي كام؟ حوالي نص دقيقة بتفضل مشغلة الترمبة طول ما في مية مشغلة. الحساس يشعر إن مفيش مية، توقف الترمبة. نشغل ستارت. هنسمع أول حاجة صوت الترومبة أول ما تشتغل. من هنا أنا عرفت إن الصوت العالي صوت الترومبة. صوت الترومبة عالي جدا زي ما أنتم سامعين كده. وأنا هوصلها ليها بيت كهرباء هنا أهو. هوصلها من هنا عشان ما تتعنيش وأعرف أتكلم معاك. لأن كده كده الغسالة شغالة كويس. فصلتها زي ما أنتم شايفين. طب انا فصلتها عشان ما نزعجش بالصوت العالي ده. اول نقطه انا حددت ان الصوت العالي من الطرمبه، فاضطريت ان انا افتحها من هنا وبصيت جوه، لقيت شويه تراب وبتاع مش هم سبب الصوت، ما لان نضفتها والصوت راجع قدامكم دلوقتي تاني اهو. يبقى اذا مشكله الصوت العالي اللي قال عليها مشكله الطرمبه، بتطلع الميه بس الصوت ده موجود فيها لانها شكلها بايظه، يعني العمود بتاع المروحه بايظ. الآن الغسالة شغالة معايا، المفروض نبص عليها كويس من جوه. لو ركزنا الغسالة الآن شغالة، شايفين دي الحلة أهي، ودي المروحة بتاعة الغسيل اللي تحت هناك أهي. مروحة الغسيل بتلف لكن الحلة ما بتلفش. العيب إن ما بتلفش، يعني هي الآن شغالة تنشيف، المفروض الحلة تلف. الحلة واقفة زي ما هي يا جماعة، ما بتلفش المروحه، بس مروحه الغسيل هي اللي بتلف. طبيعي انها بتلف وقت التنشيف برضه، لكن المفروض تلف مع الحله. طب هي ليه ما بتلفش؟ لان في مشكله. المشكله فين بقى؟ المشكله في حاجتين ما لهمش تالف، حاجتين بتكلم المشكله اللي ممكن تصلحها. التالف بتاعها هيكون الكمبيوتر، هو اللي ما بيطلعش امر التشغيل بتاع الحله. لكن المشكله هتبقى حاجتين هنا ان شاء الله نبحثهم مع بعض. في هنا حاجتين هقلب الغسالة دلوقتي، هوقف الغسالة وأقلبها وأشرح لكم إيه هما الحاجتين دول اللي نعرف ليه الحلة ما بتلفش، ليه بس المروحة هي اللي بتلف والحلة ما بتلفش. الآن قلبت الغسالة زي ما أنتم شايفين كده على جنبها، وتعالى هنا في التنشيف يا جماعة. طوالي هنا يا جماعة، الغسالة طبعا شغالة، ده الموتور بتاعها، موتور واحد هو، وده السير، ودي الجير بوكس اللي هو بيتحكم في الحركة،
يعني يحرك الحلة بتاع التنشيف ولا عمود الغسيل فقط. وده تايمر، ده تايمر او اللي هو درين، اسمه درين ماتور بالانجليزي، اسمه درين ماتور، ماتور الصرف او التنشيف، اقصد الصرف والتنشيف مع بعض. غريبة، الصرف والتنشيف كيف؟ ايوه، لانه في وقت في وقت العصر لما بتطلب منه عصر بيقوم موصل الكهرباء للترمبة بتاعة المية، الخط الأصفر هو تراجع للترمبة بتاعة المية. عشان كده إيه اللي هو التايمر ده، القطعة دي مسؤولة عن حاجتين، مسؤولة عن التنشيف والتصريف مع بعض. القطعة دي لو خدت بالك موجود فيها واير أهو، واير هي عبارة عن عن موتور جوه بيمشي يلف يشد الواير ده، وده أكس عمود بيغير التروس بتاعة، بيشد بالطريقة كده، بصوا بالطريقة دي كده كده، يشد بالطريقة دي كده. بيعمل ايه الشدة دي يا جماعة؟ بتغير الاتجاه، بتغير التروس بتاعة الجير بوكس عشان الحلة تشتغل معانا. طيب انا اقدر اعرف ازاي ان هو بتشد ولا لا؟ والله قدامك اهوت زي ما انتم شايفين المسافة بتاعة الواير اللي طالعة، صبعين هم يعني 3 سنتي همت. والله شغلت تنشيف، اقوم نازل على رجلي تحت وابص على القطعه دي، لو سحبت، لو سحبت كده خلاص يبقى العيب مش فيه، ما سحبتش زي ما هي فضلت موجوده يبقى على طول تفك القطعه دي، لها مسمارين اهمت وفيش الكهرباء اهيت، بتقوم فككها ورايح شاري غيرها ومركبها. طيب يا جماعه لو لقيت دي شدت، انا طبعا النهارده لقيت دي شدت، اشتغل شغال، ايه العيب يعني؟ طوالي بصيت على السير، المفروض ان انا كنت ابص على السير قبل دي، بس يعني هو ده انا بحكي اللي حصل معايا بالظبط، وانتم تقدروا تستوعبوا، وانتم زملائي يعني، ما فيش فيكم حد اقل مني، ربما يكون ان شاء الله كلكم احسن مني، انا اقل لكم. طوالي جيت هنا على السير ده، انا في الاول ما ظنتش ان العيب في السير لان الغسالة شغالة وبتغسل، لكن لما خلاص لقيت دي شغالة، والصوت طبعا حددنا ان طرمبة المياه هنغيروها ان شاء الله، اما التنشيف ليه مش شغالة، قمت مطلع السير وقمت رايح السوق شريت سير بداله، طلعت السير بالطريقة دي كده، بتبص فيه لقيته مقطوع في حتة معينة اوريها لكم. انا قلبت السير، بصوا لقيته مقطوع في الحتة دي اهي، بس انا يعني مشروخ كده، ما ظنيتش ان يكون العيب سير يعني، عشان كده بصيت على دي الاول وتأكدت منها، وبعد كده رجعت بصيت على السير في النهاية، وهي طلعت المشكلة يا جماعة، مشكلة السير. أنا بعد ما جبت السير الجديد وركبته اشتغلت معايا النشافة والغسالة رجعت لوضعها الطبيعي، فاضل لي فقط إن أنا أشتري ترمبة وأغيرها، ترمبة المية هي راحت فين اتجاه، ترمبة المية هنا هي فوق، برضو أقدر أفك المسمارين دول وأطلعها وأغيرها إن شاء الله هغيرها. جبت الترمبة أنا الجديدة أصلا وجبت السير، وهم أوريهم لكم مع بعض. دي الترمبة الجديدة اهي، ترمبة الماء الجديدة، مش ضروري تاخد الجزء الاسود بتاع بتاع التصريف ده، موجود فيها الجزء ده، انت بتطلع دي كلها وبتركب لها، تطلع ده الجزء بتاع الموتور وتغير. وده السير الجديد جبته وركبته قبل ما اغير الترمبة، ركبته وعدلت الغسالة، هوريكم مع بعض الحلة ازاي لفت معايا تركيبه. طبعا الموضوع مش صعب يعني، بتركب في ناحية والناحية التانية بتلف كده بالطريقه دي بايديك الاتنين، وتفضل تلف لحد ما يركب معاك. طبعا التاني كان عشان فيه قطع فمترهل، انما ده مشدود فلازم بايدي الاتنين. هوقف الفيديو واكمله. خلاص ركبت السير اهوت، الحمد لله هو ده شغال اهو. الترمبه بقى خلي امرها بعدين، خلينا بس ايه، انا طبعا بوريكم طريقه تغيير الترمبه، موضوع سهل خالص، اي حد يغيره، هما مسمارين هنا همت، وتطلع القطعة دي كلها وتدخل وتطلع الترمبة بره وتوفقكم مع بعض، هوريها لكم بس بعد ما نطمئن على ان الشافة شغالة ولا لا. نعدل الغسالة ونشوف. بعد ما عدلت الغسالة اشغل انا الغسالة بتاعتي، طبعا هي واقفة على اخر وضعية، خلينا نبدأ من جديد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، تعمل تنشيف دورة واحدة بس وتعمل ستارت. طبعا اول حاجه هي بتدي امر تشغيل الترمبه، لكن انا فصل كهرباء الترمبه عشان ما تزعجناش لان الترمبه بايظه. الان نشوف الحله مع بعض هتلف ولا لا،
في تكه بتسمعها كده، دي تكه التايمر اللي بيشد الاكس بتاع الجير بوكس، يعني هي شغاله. عملت شد سحب وعمل تك. الان احنا منتظرين الغساله، بس هي بتقعد لها 30 ثانيه وبعد كده بتشتغل دوران. هنشوف الحله بتاعتي هتشتغل ولا لا. طبعا انا مضطر لو فتحت لكم الغطا الان مش هتكمل شغل، هتقف. بس انتوا ان شاء الله شايفين الحله، هي الحله واضحه قدامكم اهي، والمروحه برضو هناك هي واضحه اهي زي ما انتوا شايفين اهي. دي المروحه والحله اللي هي الجنب ده، الجنب ده هو الحله. الان يا جماعه الحله لفت اهي معايا، اهي اهي بتلف اهي، الاول ما كانتش بتلف. كده مشكله التنشيف الحمد لله اتحلت. الراجل كان بيشتكي ايه، العميل صاحب الغساله قال ما بتنشفش كويس، او ما بتنشفش بمعنى صح، لان الهدوم فيها ميه ما بتنشفش، وفي صوت عالي. الصوت العالي اكتشفناه من الطرمبه والتنشيف، والتنشيف طبعا حليناه من مشكله السير. طب لو ما كانتش المشكله سير ولا تايمر، الاثنين شغالين، يبقى على طول المشكله بتاع الغسالة بتضطر تغير لها جير بوكس ثمنه 570 ريال سعودي. الآن الغسالة شغالة الحمد لله. خلينا بقى نوريكم مرحلة تغيير الترمبة. لما تيجي تغير الترمبة ليها مسمارين هنا، بنتكلم على غسالة سامسونج أو أي غسالة، هتلاقي الموضوع سهل يعني. دي طبعا فتحة الخدمة بتاعة الترمبة، اللي هو أنت ممكن تفتحها وتشوف المروحة في عائق هنا ولا لأ. فيها مسمارين هنا ومسمارين هنا، طبعا بتفك ديت منها خالص، فكيتها اهو، وبتطلع مسامير فاضل واحد معلق شويه هو اللي ماسكها، بتطلعه. طبعا بتكون انت فاصل فيش الكهرباء بتاعها بالمره، هنا في فيش كهرباء اهو جوه اهو، هو ده انا فاصل واحد والتاني نفصله منها ان شاء الله. كده فصلنا فيش الكهرباء، فاضل لي هنا جوه حاجتين تانيين، اللي هو دخول وخروج المية بتاعة الترمبة من الحل. طبعا هي لها خط بتسحب منه، والخط التاني عشان لو واخدة هوا يعبيها مية جفيزة اهو، اهو شايفينه اهو. وتسحب الخرطوم بتاعك ده منها خالص اهو، خلاص كده. والجفيز التاني اهو بتطلعه، هي اصلا كلها طلعت في ايدي. ممكن اروح لها من الناحية اللي تحت من هنا كده. عليكم. كان في عميل جاء قطع علينا التصوير، سامحوني. ادي الجفيز التاني هتفكه، وتطلع الترمبه بتاعتك اهي زي ما انتم شايفين اهي، ونغيروها مع بعض ان شاء الله. نفك الترمبه. دي الترمبه القديمه. اول حاجه بتعلم الاتجاهات بتاعتك، شايفين الفتحه الكبيره دي فيها فتحه كبيره وفتحه صغيره. الفتحه الكبيره دي تكون مقابل للنقطة دي بتاعت الترومبة بتاعتك، تمام؟ أهي النقطة دي هنا في الترومبة الجديدة أهي، شايفين؟ ليه؟ عشان طريقة التركيب في المكان ده. كل اللي عليك تعمله دلوقتي، كل اللي عليك تعمله تفك الثلاث مسامير اللي في القطعة ديت، واحد اتنين تلاتة همت، واحد اتنين تلاتة، تفكهم، نفكهم معاكم. بعد ما فكيناها زي ما انتم شايفين، بعد ما فكينا الثلاث مسامير، بتمسك ايدك هنا وايد الناحيه الثانيه ديت، بتطلع من بعضها الترمبه خالص زي ما انتم شايفين، هتطلعها لك منها. بص يا جماعه، بعد ما فكينا الثلاث مسامير خلاص، جرب يا مصور. بتلفها لفه صغيره يمين او شمال، وتطلع معاك الجزء ده كده طلعت اهيت. في هنا ورسين خلي بالك منه، عشان لو طلع التاني مش على نفس المقاس تخلي ده زي ما ده. طبعا القطعة دي خربانة، احنا هناخد القطعة دي هنركب عليها الجزء ده تاني. هفك الثلاث مسامير اللي في الجديدة، طبعا انا فكيتهم، واطلعها بالطريقة دي، واقوم جاي هنا اهيت، والرسين اهوت شايفين الجوان الجلد ده، بتحطهم تاني مكانهم بنفس الطريقة دي يا شباب. كده تبقى انت الترومبه بتاعتك بقت تمام مظبوطه. بس ساعات بتحرك يمين شمال شويه لحد ما تظبط معاك بالظبط. لو ما ظبطتش على الزاويه دي، تلفها لفه يمين او لفه شمال. وتخلي بالك ده يكون موضوعه، الجوان ده مهم جدا موضوعه، يعني يكون في مكانه بالظبط، يكون في مكانه بالظبط. طبعا انا ماسك غلط، بسم الله.
بالطريقة ديت اعمل إيقاف مؤقت لحد ما نربط مسامير. ربطت الثلاث مسامير بتوعي كده، الترومبة الجديدة صارت جاهزة، فاضل لي بس إن أنا إيه السلكين بتاع الترومبة القديمة طبعا الجديدة إيه تيرمينال من غير إيه سلك. هتقص أنت السلوك دي وتعمل لها تيرمينال جديد وتوصلها. بدينا. بص يا شباب، خلاص صلحت السلكين دولت، بتمسكها تقشر حتة منها كده، تقشير بيكون بالطريقة دي كده، بتمسك بواحدة والتانية تطلع بيها اللي ايه بالطريقة دي، تمسكهم دي تيرمينال اهي تيرمينال، بتلف السلك بتاعك كويس وتخلي التيرمينال زي كده بالطريقة دي كده، الجزء البلاستيك على التيرمينال والجزء برضه النحاس طبعا قدام، والبنزة الصغيرة بتاعتك بتقفل عليها كويس بحيث انها تمسك بالطريقة دي كده. كده مسكنا الواير النحاس، فاضل نمسكه بقى السلك الأصفر اللي على البلاستيك ده بالطريقة دي بتخليها عليه، وطبعا التانية هتعملها بنفس الطريقة إن شاء الله. بص يا شباب، خلاص اهوت اهي، تركبهم مكانهم بالطريقة دي كده، وترجع تركبها الترومبة كلها في موضعها نفس ما فكيت نفس ما ركبت، وبكده الترومبة بتاعتك صارت جاهزة للتشغيل. اروح اركبها زي ما فكيناها، انا وريتها لكم وانتوا بتفكوا، فخلاص مش مستاهل انك تشوفوها وانا بركب. الان يا شباب عدلنا الغسالة بعد ما ركبت الترومبة في مكانها، هي واضحة زي ما انتم شايفين اهي راكبة في مكانها. طبعا نسيت اوصل الاسلاك الكهرباء بتاعتها في الكهرباء الرئيسية، اوصلها ونتواصل مع بعض. وصلناها يا شباب اهوت، ونبدأ نشغل غسالتنا ونشوف ونسمي الله. طبعا هنشغل عن التنشيف برضو، نختار التنشيف، لا التنشيف ايوه، نختار مرحلة واحدة بس. عملنا ستارت، أول حاجة هتشتغل الترومبة بتاعتي. الآن شغالة الترومبة يا جماعة، مفيش صوت خالص ليها هي. أنا بس عارف إنها شغالة عشان خاطر من الذبذبة في إيدي، لكنها شغالة بدون صوت كده. الترومبة دي سليمة عشان جديدة طبعا، و لحظات وهتبدأ معايا الحلة بالتنشيف، نشوفها مع بعض تاني إن شاء الله. طبعا اللي لونها ستانلس ستيل في الجنب دي الحلة، واللي تحت خالص دي المروحة، الاتنين هيلفوا مع بعض، يبقى كده عرفنا ان شاء الله الامور كده تمام، ونجحت عملية تصليح الغسالة. وطبعا العطل كان الغسالة صوتها عالي وما بتنشفش، في صوت عالي وما بتنشفش. بدأت الحلة هيت معايا بالدوران كاملة، وطبعا بتزيد السرعة خطوة بعد خطوة، كل مرة بتزيد السرعة عن التانية، بس طبعا بتلف مرة شمال ومرة يمين عشان خاطر ايه تقلب الملابس كويس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا، وفي ميزان حسنات أبويا وأمي، يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرة. ما تنسوش يا جماعة تدعوا لنا جميعا وتدعوا للمسلمين، وندعي مع بعض لزوجة صاحبي مريضة بكانسر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء أن لا يغادر سقما. السلام عليكم.